أعزائي المشاهدين، عاوز أختم بشيء كتير كتير مهم. يمكن سمعنا هذا التعليم لما بقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر، بصير إنه بدي أسعى لهذا البر في تقواي، في أعمال الصالحة، بقوتي. لكن تعال بكل بساطة مثل ما جاء العشار جامع أو جابي الضرائب قال: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. فخرج هذا مبرراً دون ذاك اللي عم بحاول يعمل أعمال البر والتقوى والتدين الخارجي. بكل بساطة إلقي حياتك على النعمة وعلى رحمة الرب يسوع المسيح. اعترف بخطاياك، قل له: يا رب أنا بعترف اليوم أمامك، ارحمني. وقل له: يا رب أنا بتوب وبعلن إيماني في شخصك، تعال غير حياتي، أسكن قلبي وتربع على عرش كياني، واعطيني أنا أعيش لإلك في البر والتقوى والثمر الروح القدس. الرب يباركك.